كل الناس اللي بيتابعنا عبر صباح الشروق، وننتقل لوحدة من الحاجات اللي نحن بنحبها روحانيا، بنمشي ليها وبنفتش عليها لما كل إنسان تكون عنده حاجة جواه عايز يعيش أجواء صوفية. خلينا نشوف الأجواء الصوفية من خلال الفيديو، واللي حيقدموا لينا شنو من خلال هذه الدعوة نتابع. المشهد الأكثر إشراقاً في مساجد وخلاوى تحفيظ القرآن الكريم وتحلق هؤلاء حول نار العلم والصلاح، تحلق يضيء الطريق لمن التف حولها طالباً للعلم ومجداً في حفظ القرآن الكريم، وأوقدت الطرق الصوفية جذوة نار الدعوة الإسلامية في السودان، حقيقة تاريخية لا ينكرها أحد، وانتشر على إثرها الدين الإسلامي حتى وصل إلى كل بيت وفرد. لم يدخل الإسلام إلى السودان على أسنة الرماح، لكنه انتشر من خلال رجال اتخذوا الحكمة والموعظة الحسنة منهجا، ونشطت الطرق الصوفية في نشر الوعي الديني من خلال هذه الخلاوة. تعدد الطرق الصوفية لا يقدح في مدارسها ومشاربها، فالحق له سبل متعددة بحسب الكثيرين، كما ارتبطت عدد من الأماكن في السودان واشتهرت بأوليائها الصالحين وأصبحت مزارا وقبلة للمريدين. وإن اختلف البعض مع النهج الصوفي في السودان، إلا أن الصوفية ظلت في واقع الحال جزءا من الثقافة، دلالة على الارتباط بالقيم الدينية والمشايخ. هنا في مسجد الشيخ دفع الله الصايم ديمة ترتاح النفوس من شواغل الدنيا، وتمضي أفئدة هؤلاء الصبية في يقين لحفظ كتاب الله الكريم وذكره، لتتكئ على منهج وعلم طالما أنه يهدي إلى الصراط المستقيم. وشيوخ هذه الطرق الصوفية علموا مريديهم وأتباعهم قيما إنسانية نبيلة، تتسع بينهم مساحات الأخوة الصادقة بجانب علم يقوي البصيرة، فاتقدت بصائرهم بقيم التقوى ومخافة الله والصبر الجميل، قيما ربما لا توفرها المؤسسات التعليمية الأخرى. للصوفية أدب خاص في مدح النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونظم شيوخها وشعراؤها أجمل القصائد والمدائح في محبة النبي وصفاته، وأنشدوا أناشيد بأسلوب جاذب للأرواح تأخذ من يستمع إليها في سياحة روحية تملأ النفوس المتعطشة لمحبة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذا الشوق الدائم والمحبة للنبي الكريم، التف أهل السودان حول أصحاب اللوح والدواية والقلم، وإن اختلف معهم البعض لتمضي مسيرة نشر الدين الإسلامي دون غلو أو تطرف، وتصبح تجربة ومسيرة الصوفية في السودان قابلة لأن توضع في إطار التأمل والتدبر.